حاجة سنجل ايتم اللي هو دي اكسكوليت بس اللي هي شركة الاكواليكس. الاكواليكس بقى عندهم هاي كونسنتريشن دي اكسكوليك اسيد. هم عندهم في الاكواليكس 7.5% دي اكسكوليت. They said that lead to powerful adipocyte اللي هو الفات سيل ممبرين لايسيس وبالتالي ليبريتنج ووتر ان يورين اند تريجلسرايد ان ستول. يبقى هو بيعتمد على الهاي كونسنتريشن بيحس بديكريز نمبر اوف فات سيلز بان هو بيشتغل على السيل ممبرين بيجيب بيرمننت ريزلت اند ذا ريميننج سيل دو نوت مالتيبلاي اجين. هاي تيشو سيلكتيفيتي فور هايبوديرمس اللي هو سبكوتينيوس فات. هاي كونسنتريشن دي اوكسيكوليك اسيد 7.5% اضافوا ليها حاجه اسمها دي ال جالاكتوز اللي هو بيسموه الاكواليكس بوليميرز انكابسوليتد. اللي حطوا دي ليه؟ علشان يعمل سلو سستين ريليز، فهو بيحقن مره كل 21 يوم او كل 28 يوم. ده المنتج الثاني. طيب الاكواليكس هو عباره عن فايل 8 مللي بنحقنه على مسافات 1.5 سنتي في كل سرنجة ملي بنقسمه على 4 شكات وهنشوفها واحنا بنحقن في العمل. دي اطوال السرنجات في عندنا من 8 ل 12 ده في اللايبوليسز اهو. دي لو انا عايز اعمل لايبوليسز، لو هعمل سيلوليت يبقى من 4 ل 6 ملي، لو انا بعمل فيرمنج يبقى اطلع للجلد في 2 ملي. تمام؟ طيب دي طريقة الحقن هنشوفها عملي.